الابتزاز الإلكتروني من الجرائم البشعة اللي بقت منتشرة للأسف الشديد اليومين دول في مجتمعنا مع تطور التكنولوجيا والاستخدام المفرط للتكنولوجيا بالطريقة خاطئة وغلط للأسف الشديد. أصبح في عدد كبير جدا من الأشخاص بيتعرضوا للابتزاز الإلكتروني. طيب احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نواجه الابتزاز الالكتروني، ايه هي الحاجات اللي المفروض اتبعها عشان ما اتعرضش للابتزاز، ولو اتعرضت له اعمل ايه، الاجراء المتبع ايه هو. دي كلها اسئله هنعرفها النهارده من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، طبعا الاستاذه رشا صبري عبد الرحمن المحاميه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عجبني قوي ان احنا يمكن قبل الفقره كنا بنتكلم ان احنا هنتكلم عن الحالات دي من وجهه نظر استاذه رشا المحاميه واستاذه رشا الام. اوكي. فخلينا الاول يعني نتكلم معاكي في فكره القضايا اللي هي ليها علاقه بابتزاز. خلينا نتكلم عن السيدات الاول، بعض الناس بتبتز سيدات الكترونيا، عايزين نعرف منك اواجه ازاي الابتزاز ده لو انا سيده بتعرض لده. يعني انا من المواضيع اللي انا بحبها جدا وبحب اتكلم فيها زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل الفاصل، بس انا في نقطه معينه للاسف اللي بتقتلها او بتقتل الجريمه او بتخلي المبتز منتشر. احنا لازم نتكلم في النقطه دي، ايه اللي مخلي المبتز قلبه جامد قوي؟ ان احنا الكونسبت بتاعنا العادي الخوف من الفضيحه. ايوه. انما لو احنا اتعلمنا افضح الفضيحه، انا ابني لما او انا كست لما اتعرض لابتزاز انا مجني عليا دلوقتي، فانا دلوقتي ضحيه. مهما كان، حتى لو انا غلطت، حتى لو انت كست غلطتي ومثلا اديتي صور لحد، حصل شات بينك وبين حد ما ينفعش ان هو كان يحصل، هو اساء استخدام الشات ده، بعد كده انا اقدر اعمل ايه لو اتعرضت لده؟ اول نقطه لازم نفكر فيها، ودي نقطه نفسيه، انا ضحيه، ده جاني، ده مجرم ولازم يتحاسب. بس سواء حصل لابني او لبنتي او لراجل، الابتزاز بيحصل ملحوظ عشان انا بحب اكون عامه شويه وعمم، الابتزاز جريمه قد تصيب اي حد في المجتمع، سواء شخصيه مشهوره، تصيب سواء راجل او ست، سواء طفل او طفله، مراهق او مراهقه. احنا للاسف يمكن صعوبته لما بنيجي نتكلم عنه عن صعوبته لما بتتعرض ليها مراهق او مراهقه، لانهم بيكونوا اضعف او هشين نفسيا في مواجهه مجرم زي ده، لان لو انا في المجتمع ابتديت افعل ان انا اسلط الضوء ان انا ضحيه لان تعرضت للاذيه، وان المجرم ده هو اللي هيتعاقب مش انا، احنا ابتدينا نعاقب الضحيه. النقطه دي بقى مهمه جدا، لانه اللي بيزيد من ضعف الشخص اللي بيتم ابتزازه المحيط اللي بيه، المحيط طبعًا اللي حواليه. طبعا. الاب او الام او حتى الاصدقاء بيبصوا له بصه ان هو اخطا وبيلوموه وان هو اذنب. ازاي اغير النظره المجتمعيه دي ان انا لا، انت وقعت في ضحيه شخص مبتز وشخص يعني عايز يؤذيك نفسيا واجتماعيا وغيره. اسمح لي انا عايز اقول الكلمه مهمه جدا، قد يكون الصور دي حقيقية مثلا أو الشد حقيقي أو مفبرك، إذا إحنا وقعنا في منطقة الشك، إزاي حاسب حد على حاجة تقع في منطقة الشك؟ مفبركة. إحنا مهما كان إحنا ده مفبرك، ده شيء مفبرك مش حقيقي. أي حد ممكن يجيب صورة أي حد ويعملها بشكل غير لائق، أي حد ممكن يقول كلام ويفبرك شات بينه وبين حد. بمنتهى البساطة، إزاي أحاسب شخص؟ ربنا مش بيحاسبنا كده كمان، يعني احنا صحيح. حاجة تحتمل الشك واليقين، اقتل ابني عشانها، او ابني يموت نفسه عشانها، او ابني ينهار نفسيا وحياته تتدمر عشانها في المجتمع، لا، المجتمع اللي محتاج يغير نظرته. انا ابني صح في كل الاحوال وبنت صح في كل الاحوال، وانت اللي مجرم وانت اللي لازم تتعاقب. واتمنى كل ام بتسمعني لو سمحتي، انا وموافقة ابعتي لي على الصفحة بتاعتي مجانا، انا هقول لك تعملي ايه. اي بنت بتسمعنا دلوقتي لو سمحتي ما تعيشيش في كارب ولا في ازمه، ابعتي لي وانا هبسط لك الموضوع جدا، وهعرفك ازاي تقلي تتصرفي فيه ازاي وتعملي ايه مجانا بدون ولا جنيه. والله مش عايزه منك اي حاجه، كل عايزينك ما تخافيش وما ترضخيش لطلبات اي حد بيبتزك، وخليكي هاديه، تواصلي معايا وانا هقول لك الخطوات اللي تعمليها بس عشان تاخدي حقك. طيب اخد حقي ازاي؟ ايوه، ايه الخطوات؟ ناخد خطوات. برافو. نبدا منين بقى؟ انا حد عرضني، بعت لي صوري وشات، ومثلا ما اكيد هيبعت من اكونت مجهول، مش هيبعت من اكونت بتاعه اي بي سي يعني، او من رقم تليفون مجهول. ولازم هنفرق وقتها بين اللي بيبعت على الواتساب والرسائل العاديه وبين اللي بيبعت لي انستجرام، فيسبوك، الحاجات دي. ايه الفرق؟ الفرق كبير. فرق دول مباحث الانترنت، لما بيبعت لي انستجرام فيسبوك كده دول هنروح لمباحث الانترنت، لما يبعت لي على الواتساب او على رقم تليفوني الرسائل العاديه ده مباحث اتصالات. هناخد بالنا ما يعديش 3 شهور
على التهديد والابتزاز، ما تخلوش الوقت يمر، يعني ما اصبرش، احتفظ بالرسائل، ما اقولش للمبتز ان انا هبلغ عنه، ما خوفوش، بس اتحرك على طول اروح ببحث الاتصالات او الانترنت فوراً بعد بعت رساله الابتزاز. لو انا خايف ان بابا او ماما او المحيط بتاعي، سواء ست كبيره مثلا المحيط بتاعي، لازم الجا لحد عاقل او حكيم اثق فيه يقف جنبي، عشان انا هكون مش متزن في الوقت ده. يعني انا هكون مش متزن، لازم تفهم النقطه دي كويس، اللي بيسمعني يفهم ان انت هتكون مش متزن، هتكون مخضوض، لو سمحت الجا لحد هادي يقدر يتصرف، لازم نروح لحد. انا مثلا انت ما عندكيش حد، ابعتي لي يا ستي، انا راضيه ان انا ارد على اتصالات الناس دي كلها ومسجات الناس دي كلها، اتمنى كل بنات والله تبعت لي وانا هرد عليهم. الحاجه الثانيه، وانا هعمل فيديو عندي اتكلم فيه عن الموضوع ده عشان الناس كلها تسمعه. الحاجه الثانيه، بعد ما انا عملت كده الجا بسرعه ما ردش ردود ابدا تبين اللي قدامي للمبتز ان انا خايفه منه، هفضحك، ما ولا اي حاجه خالص، ولا ابدي، بالعكس خليه يتمادى. الشطاره انك تخليه يتمادى، مش انك تخليه يقفل معاك الكلام. وبعد ما يتمادى انت تكوني اصلا متواصله، ببحث الانترنت، تعمل كل حاجه، هتعرف هو فين. هتعرف هو فين، حتى لو اكونت مجهول هتجيب الاكونت المجهول فين. احنا عندنا فعلا تقنيات في الشرطه بتاعتنا والداخل، طبعا عندنا اعلى تقنيات بتعرف تظبط اي جاني واي في اي مكان، وهتقفل لك الاكونت وهتجيب لك حقك. انا كاهل دوري بقى كأم، أيوة. بنت تعرضت لده وابن تعرض لده، بمنتهى البساطه ابني قبل اي حد او بنتي قبل اي حد، انا هحافظ على نفسيته، اهدى خالص، انا اللي هتصرف، تعملش حاجه حتى لو غلط، بدون اي تأنيب، بدون اي لوم، بدون اي عقاب، بدون اي اذى، لانه في النهايه لو اساء التصرف كلنا ممكن نسيء التصرف في وقت ما. دي بقت قاعده بقيت اقول، احنا الكبار بنغلط. طب ازاي بنحاسب الصغيرين ان هم ما المفروض يكونوا ليه يعني على الصراط المستقيم؟ كلنا بنغلط في شغلنا، كلنا بنغلط في المذاكره، كلنا بنغلط، كلنا بنفشل، بتيجي علينا مراحل، ليه بنيجي على اولادنا ونحسهم ان هم لازم تكون بيرفكت؟ ليه لازم يكون بيرفكت؟ غلط، بس مش غلط، هو غلط اساء التصرف، لكن في حد تاني بيهدد ابني. أيوة. لازم يتعاقب. صحيح. بعد ما يتعاقب هقعد مع ابني بالراحه او بنت اقول لها غلطتي في 1 2 3، لو سمحت ده ما يتكررش، بس بعد ما اعالج مشكله ابني تماما وامحيها من الوجود واحسن صورته واقول ان اللي حصل كان مفبرك وكان 1 2 3، ابني انسان محترم، ابني ما حصلش منه حاجه، انا لا دافع عن ابني. لو انت ما دافعتش عن ابنك او بنتك، واهميتك ايه في حياته؟ خلفته ليه اساسا؟ يعني انا كأم خلفتك ليه؟ لو انا مش قادر ادافع عنك وقت الجد لازم اقدر اجيبك حقك، لان الجانب يعتمد ان الام او المجتمع مش هيقفوا جنب الضحيه، فهو لو عمل اي حاجه هم بالعكس هيجروا عليه. صحيح. ويعملوا سبورت كمان للجاني. تخيلي خوف من لما تكون سيكولوجيه الجاني اصلا، ان انا الاهل دول ممكن يدفعوا لي عشان اسكت، لا ده انت هتتعاقب وهتتحاسب، وانا ابني مش هيحصل له حاجه خالص، ابني هيكمل في حياته عادي، وهتبقى تجربه قاسيه مرت عليه في حياته وانتهت. قانونا بقى نيجي نتكلم قانونا، زي ما قلت لك احنا بناخد السكرينات، ما بنفهمش ابدا الطرف اللي قدامنا ان احنا ضعفه، ما بنهاجموش كمان، يعني لا بنفهمه ان احنا ضعفه وخايفين ولا بنهاجمه، نبقى هاديين تماما، عجزنا عن الهدوء بسرعه نلجا لحد نقول له انقذني. بابا دلوقتي مش هينفع اتكلم معاه، اتكلم مع عمي، اتكلم مع خالي، اتكلم مع بنت خالي، اي حد كبير يقدر يتصرف في الموقف ده لازم الجا له. نجيب محامي او نطلع احنا لوحدنا على مباحث انترنت، بقت متاحه في كل مديريه امن دلوقتي، ما بقاش مثلا لازم تروحي مكان معين عشان سواء الناس في القاهره تروح العباسيه او مش عارفه ايه، خلاص بقت متاحه في كل مديريه امن. وعندنا الحمد لله الحكومه بتاعتنا بقت متطوره وبقت بتراعي موضوع ان احنا المجتمع تطور وبقينا الكترونيا اصلا. علاقاتنا اغلبها الكترونيه. صحيح. انت اصلا بقيت دلوقتي لما تروح للقاضي بوثيقه من الواتساب او بتاع، خلاص بقيت كمستند مش مستند، يعني خلاص نقدر نقول ان هو ابروفد الحاجه، ده كان بيثبت حاجه. انا دلوقتي للمجتمع بتاعنا والقانون بقى بيتعامل مع كل شيء الكتروني على انه امر واقع، يبقى انا ما اتعاملش. تاني نصيحه بس انصحها لاولادنا، بلاش الكترونيا تتعامل كانك مش متشاف، بالعكس ده انت متشاف الكترونيا اكتر من اي حاجه تانية. انت ممكن في الواقع تبقى الامور اقل حده من الكترونيا، لان ده وثيقه. دايما اقول لاولادي حظكم وحش ان انتوا دلوقتي كده، لانك لما تغلطي وتلبسي حاجه مثلا معينه ما كانش ينفع تلبسيها، دي بقت طول العمر محفوظه. للاسف بقولها حظكم وحش، زمان كنا ممكن
نلبس اي حاجه، يعني خلاص تجربه مرحله وبنهدى ومرحله. دلوقتي بقت كل حاجه موثقه، فانتوا حظكم وحش فلازم تكونوا اكثر حذرا. يعني نصيحه بقولها لاولادنا دلوقتي اللي بيسمعونا، كونوا اكثر حذرا، لانكم في زمن برغم سهولته وبرغم ان هو بيقدم متعه بمنتهى السرعه، بيقدم لكم معلومات وثراء وفي ثراء في كل حاجه، الا انه له خطوره. خطورته ايه؟ انا كل حاجه بكتبها موثقه، انا كل حاجه ببعتها لحد موثقه، انا ما ينفعش اتعامل في السوشيال ميديا كما لو كان بيتنا. العقوبه اللي بتقع على الجاني في حال اثبات العقوبه من 3 سنين ل 15 سنه تختلف حدتها على حسب كل حاله. اللي هدد غير اللي اخذ فلوس، غير اللي بعت صور، غير اللي هدد بالفضيحه، غير اللي نشرها. كل حاله بتختلف لانها لن تقل عن ذلك، لن تقل عن ذلك. وانت كمبتز ليه تضيع حياتك اصلا عشان تخوف حد او عشان ترضى ده؟ على يعني احنا للاسف القانون دايما بقولها سيصبح عاجز دائما اذا لم يكن هناك اخلاق، اذا لم يكن هناك رادع. بس احنا عندنا تطور في قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بجرائم الالكترونيه وجرائم تقنيه المعلومات وغيره، في نصوص جديده تم تعديلها بترفع العقوبه. احنا بنتكلم لسبع سنوات وكمان في غرامه ماليه بتبقى. انا بقول لحضرتك ليه لما بنتكلم من ثلاثه لكذا، لانها بتختلف حدتها. يعني ممكن تبقى سبع سنين، ممكن تبقى 10 سنين، ممكن توصل ان انت خليت الضحيه انتحرت، خليت هل مش هتستوي؟ احنا في القانون لما يجي حد يقول لي حكمها كام يا استاذ اقول له ايه؟ انا بستغرب من حد يطلع يتكلم بعين اليقين عن حاله. حسب ما تعرفش تتكلم بعين اليقين. كل قاضي منظور قدامه الورقه، والا كانت كل الناس ما بتقراش القضايا اللي بتحط لها يا جماعه. كل حاله ليها ظروفها، كل لما تيجي تطلب حتى نفقه لحد ما ينفعش هي هل ثابته لكل حاله؟ لا طبعا. كل حاله ليها ظروفها، كل حاله ليها امكانياتها. فانا اتمنى، انا بس كل اللي احنا بنتكلم فيه ان القانون بتاعنا لم يغفل اي تفصيله صغيره. بالعكس احنا عندنا القانون دلوقتي، قانون العقوبات بقى مهتم بكل تفاصيل حياتنا، بقى مواكب تطور العصر. انا دايما اقول لما ست تجيلي اقول لها القانون بيحميكي من اول ما بتتولدي لحد ما تموتي. احنا عندنا قوانين بتحمي من اول الختان. انت محميه، مش معنى ان انت تتعرضي، انت تعرضتي لحاجه انت معتقده انك مالكيش حق في القانون، ليكي حق في القانون، بس لازم انت في الاول ما تغلطيش. يعني ما تسمحيش انت في الاول. انا اتمنى نقفل باب الغلط. يعني انا اقدر اقفل باب الغلط؟ اقدر اقفل. هل هي تجربه وعدت؟ اه تجربه وعدت، اكيد تجربه وعدت. هتتنسي ده احنا، ودي ميزه الزمن برضه مع الايام، الدنيا كل حاجه بتتنسي. وبعدين احنا ما ينفعش ان انا لما حد يغلط غلطه واحده تبقى حكم بالاعدام. صحيح. مش معنى ان ابني غلط غلطه غلط، بس ده مش اعدام. انا مش هعدمه عشان غلط غلطه، المجتمع مش هيعدمه عشان غلط غلطه، هو هيتعلم، اتعلم في حياته. زي ما احنا الكبار بس بنكون اكثر حذرا، ولما بنغلط بنسكت، مش بنتكلم عن غلطاتنا وبنحاسب نفسنا، فما بتظهرش قوي للسطح. انما اولادنا عشان دايما احنا بنطلع عقدنا النفسيه عليهم، انت ازاي غلطت في كذا؟ ما انت وانت في سنها وعايزينهم احسن حاجه وبيرفكت في كل حاجه. نفس الام دي وهي صغيره غلطت، نفس الجده غلطت. يعني انا ليه بتكلم على الطبيعه البشريه؟ احنا في القانون بنحترم الطبيعه البشريه، انه قابل للغلط وقابل للتقويم. هل اول خطا زي تكراره؟ ده حتى في القانون لما حد بيغلط لاول مره غير لما بيعيد التجربه تاني، بتغلظ العقوبه. غير لما مثلا بيعتدي او بيبتز حد قريب ليه. طب ممكن الابتزاز يجي لك من حد قريب ليكي جدا، اقرب حد ليكي. هل لو انا مثلا المدرس بتاعك او بيبتزك او عامل عندك او السائق عندك؟ بالعكس، كل ما كان القرب كل ما كانت العقوبه مغلظه، انك يفترض الامان فيك. فكل ما يفترض فيه الامان واساء التصرف او عمل عقوبه، عقوبته بتكون مضاعفه. وده انذار لكل حد بيتعامل. ما تعتقدش، لان للاسف اغلب الاذى بيجي من الناس القريبه، اغلب اللي اذوا ناس كانوا بيحبوهم على فكره. اغلب اللي فضح مراته كان راجل متجوز وبيبتزها بصور خاصه بينهم وبين بعض على فكره، عشان يكون فاهم. يعني اغلب القضايا اللي بتجيلي بقت تقريبا. فاكره كويس قوي كانت قضيه زمان شويه مع الراحل وائل الابراشي، انا فاكره كويس قوي، كانت قضيه مشهوره واتكلموا في الموضوع ده، انه راجل فعلا كان بيبتز. لا ده مش عايز اقول لك، الموضوع منتشر على نطاق واسع، ان راجل يبقى متجوز الست وفي ليها صور عنده، خلاص احنا اختلفنا، انا بهددها بالصور. يعني ايه اصلا؟ انا مش يعني، ما انا بقول لك انت مش متخيله الابتزاز او الخوف من الفضيحه بقى واصل للناس الى انهي مرحله. الموضوع متفشي. عشان كده انا بحس ان الابتزاز الالكتروني او الابتزاز عامه، مش الالكتروني بس، اي ابتزاز، ما انت ممكن تبقى معرض. وكل ما البنت اقصى ليه اكثر عرضه، لان البنت
غلطتها في المجتمع بتاعنا بتبقى لا تغتفر، بعكس الراجل ممكن صدقني لو نفس الولد هو اللي غلط بتعدي بتعدي كتير، انما البنت نيجي بقى لحق شخص مشهور راجل او ست بقى تعال بقى لحد مشهور او حد او حد مثلا في منصب معين او تعرض للابتزاز اكثر قسوه. يعني هل يستوي انك لما تعرض منصب معين شخصيه في منصب معين او تعرض شخص مشهور لازم يكون الاكثر قسوه لانه اذيته هتكون مبالغ فيها ومضافه غير شخص عادي؟ فهي بتختلف. عشان كده لما باجي اتكلم عن عقوبه الابتزاز او بتكلم عن الابتزاز ليه بتختلف من حاله لاخرى؟ لانها بتختلف من شخصيه مشهوره، بتختلف من شخص في منصب معين سيادي، شخص مش في المواضيع بتختلف من شخص لاخر. انما نصيحتي للولاد انا الاهم حاجه، وانا عارفه ان حضراتكم مهتمين جدا بالنقطه دي وحابين ان اولادنا او بناتنا او ستاتنا كمان يكونوا في امان، عندنا الستات بتفعل الجانب العاطفي عندها احيانا اكثر من العقل. لو بتسمعيني دلوقتي ما تكتبيش حاجة أو تبعتي حاجة تكون قرينة عليكي في يوم من الأيام وتجبرك إنك تتحط في مشكلة أو تقدر عليكي حياتك. بقول لأولادنا خليك قريب من مامتك واحكي لها أول بأول، ما تعمليش حاجة. لو واحد طلب منك صور، لو واحد طلب منك تتكلمي في كلام ما ينفعش تتكلمي فيه، ارفضي تماما لأنه قاصد أذيتك، لأنه لا يمكن يكون حد بيحب حد ويقصد يأذيه. صح. فانا بكلم كأم دلوقتي عشان انا قلت لكم في اول الكلام انا عندي اولاد مراهقين وحابه اتكلم كأم، مش حابه اطلع اتكلم كلام معقد، وحابه انا حابه اخلط القانون بالاجتماع لان ده اللي المفروض يحصل. من اجمل الحاجات اللي انت فهمتها لنا كمان، يمكن عشان كان بيختلط عليا انا شخصيا الامر، ان لما الابتزاز يجي من السوشيال ميديا ابلكيشن زي انستغرام فيسبوك بنتجه لمباحث الانترنت، لكن لما يجي لنا على هيئه رسائل بنتجه لمباحث الاتصالات. فرق تاني كمان الثلاث شهور القانون بيحمي وبيتكفل بحمايه كل انسان بيتعرض للابتزاز. بنشكرك الاستاذه رشا صبري عبد الرحمن المحاميه الشهيره طبعا معاكم النهارده، ومن اجمل الحلقات لانها بجد والله بتناقش قضيه مهمه. وارجو من كل الامهات اللي بتسمعيني تعالي على على نفسك شويه واسمعي بنتك وصاحبيها، لو في حاجه يا ريت تبعتي. انا والله ببلاش والله ببلاش اي بنت بتعرضي لو سمحت لاي ابتزاز ابعتي لي وانا هقول لك بالظبط تعملي ايه. وده وعد مني ليكم والله. انا بحييكي وبنشكرك على حاله الوعي الجميله دي، حضرتك عملتي كده حاله وعي وفتحتي طاقه وعي مهمه جدا. اتصرف ازاي؟ الشخص اللي بيبتز ده على فكره هو ضحيه، هو مش السبب. بلاش نتكلم كلام ملعبك للناس. هو لما نطلع نشرح القانون بالزبط. لازم نتكلم كلام مبسط الناس العاديه تعرف تفهمه. انا لما انا كتبت القانون بالعاميه، يعني انا كتبت القانون عشان انا عايزه البنت اللي كتبت لهم عن الابتزاز والله، والكتب بتاعتي على فكره موجوده على النت ببلاش مجانا، اقروها يا جماعه اقروا والله بجد مش بهزر. لازم تعرفوا معلش اخر نقطه فضل. الجهل بالقانون احيانا بيأذي الشخص. أرجوكم اعرفوا عن قانون بلدكم سواء انتوا ضحايا او مجرمين، يعني سواء انت كمجرم اعرف العقوبه اللي عليك، سواء كضحيه اعرف قانونك وحقك. عدم معرفه القانون لا تعفي من المسؤوليه. بالظبط. يا فندم.